السلام عليكم ومرحبا بكم يا وجوه الخير. اليوم جبت لكم مفاجأة بزاف راح تفرحكم. المفاجأة هذه عبارة عن مسابقة، المسابقة لجوائز سوحة بزاف بزاف راح يكونوا مفيدين لكم. المسابقة اكيد ما راحش نخليها حتى اللخة تاع الفيديو باش نقول لكم عليها، راح نقولها لكم في اول الفيديو، لكن الشروط تاعها راح نخبركم بهم في اخر الفيديو، لذلك خليكم حتى نهاية الفيديو. وقبل ما نهضروا على المسابقه حبيت نهضر لكم على هذا الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم راح يكون الجزء الثاني من فيديو رحله البحث عن عمل في اسطنبول، يعني بعد ما نسلم السيفيات توعي والى ما ذلك كما شفنا في الفيديو اللي فات واش راح يصرى بعدها. واما بالنسبه للمفاجاه اللي نبداو بها نستفتحوا بها، وهي انه راح نكتب ثلاث اشخاص السيفيات تاعهم باللغه الانجليزيه ووفق معايير مهنيه. هذه المفاجاه راح تسبق الفيديو اللي راح نديرو ان شاء الله المره الجايه، كيفاش اكتب السيفي تاعي باللغه الانجليزيه بحيث يكون مقبول في المؤسسات او في الشركات والى ما ذلك. لذلك قررت انه نكتب ثلاث سيفيات باللغه الانجليزيه بشكل مهني لثلاث متابعين اللي راح يحققوا الشروط اللي راح نذكرهم في اخر الفيديو. اما بالنسبه للفيديو تاع اليوم راح نكمل لكم القصه اللي بديناها المره اللي فاتت على رحله البحث عن عمل في اسطنبول. اما اللي مازال ما شافش الفيديو يروح لصندوق الوصف يلقى الرابط تاع الفيديو وشوفوه وتستفادوا بزاف بزاف. ومن توقفنا المره اللي فاتت راح نبداو اليوم. بعد ما سلمنا السيفيات تاعنا عبر الايميل وعبر الواتساب وكذلك سلمناهم شخصيا، وش راح يصرى؟ راح نستناو مده من الزمن المدارس اللي اتصلنا بهم وتواصلنا معهم راح يرجعوا يتواصلوا معنا. بعد ما يتواصلوا معك راح يحدوا لقاء، يعني ممكن دير انترفيو حتى مع ثلاث اشخاص. ما هي الاسئله اللي ممكن نحضرها كي نجي نروح لاي انترفيو؟ واول شيء لازم تحضره وهو نبذه صغيره عن نفسك، يعني ترتب افكارك حتى اذا كتبتها في الليله السابقه وحفظتها ماكاش مشكله. ما هي دراستك؟ واش درست فيها؟ ثاني شيء اي مدارس درست فيها واي دبلومات اخذتها؟ وثالث شيء راح تهدر على الاكسبيرينس تاعك، لكن خلوني نكون واضحه بخصوص الاكسبيرينس ولا بخصوص التجربه. تحكي له على كل المهن المتعلقه بالمهنه اللي راك تدور عليها، يعني اذا خدمت مثلا بائع في السوق وذكرت هذا الشيء مسبقا وانت راك تحوس على مهنه مدرس، ما تضيعش وقتك في هذاك الجانب بزاف، لكن اهدر له على الاكسبيرينس اللي درتها. لكن نعطيكم سر صغير، كي تهدر له على الاكسبيرينس تاعك لازم تهدر له على الانجازات تاعك. مثلا بالنسبه للمدرسين اذا درست مثلا لغه انجليزيه فممكن تخبروا انه درست اللغه الانجليزيه من سنه كذا الى سنه كذا في مدرسه الفلانيه، بعد ما درست كان عندي حالات خاصه ما كانش عندهم قاعده في اللغه الانجليزيه، خدت هذو الاولاد وعملت لهم دروس خاصه وطورتهم والحمد لله في نهايه السنه كان عندهم يعني نتيجه جيدة جدا. هذا هو وش حبيت نقولكم، لازم ترتبوا افكاركم، ماشي كي تروحوا فما يقولكم احكوا لي على روحكم تبداو انا وش نحكي لك على روحي، انا يعني انسانه جد متواضعه، انا انسانه بسيطه. لا لا بالعكس، وحبيت نقولكم لازم تكونوا عندكم الكونفيونس من التجربه تاعكم، ماشي تقولوا انا التجربه تاعي يعني في الحقيقه ما كانتش كبيره، لا لا تقولوا بلي تجربتي كانت في مده قصيره لكن اخذت تجربه بزاف كبيره والى ما ذلك. وثاني سؤال ممكن يجيكم في المقابله وهي ما هي نقاط ضعفك؟ في هذا النقطة هو في الحقيقة سؤال مفخخ، أنه ماشي كي يقولك ما هي نقاط ضعفك تقولوا أنا ما عندي حتى نقاط ضعف، لا لا، وماشي كي يقولكم وما هي نقاط ضعفك تروح تعطيله نقاط الضعف تاعك من أ لزد، يعني تفرش روحك، لا لا بالعكس، تعطيله نقاط الضعف تاعك لكن يكونوا في نفس الوقت نقاط قوة. مثلا انا مثلا نحب المثاليه بزاف، انا perfectionist، يعني كيفاش انا نحب المثاليه لدرجه نتعب بزاف انه نشتي نكمل الخدمه تاعي الى النهايه. نتوما عم بالكم كيفاش راكم راحين توصفوا نقاط الضعف تاعكم بحيث تكون نقاط قوه قبل ما تكون نقاط جدا. اما بالنسبه لنقاط القوه كي ماشي تعطوا له زوج نقاط وتقولوا خلاص انا مثلا انسانه جد ناشطه، انا انسانه جد عندي طاقه، لا لا، لانه اي واحد يدير الانترفيو خاصو يعرف اذا انت ممكن تكون مع فريق عمل ممكن تتحمل ضغط العمل،
هل يكون عندك إدارة وقت جيدة أو لا، وإلى ماذا. على كل حال ركزوا على هذه النقاط وإن شاء الله راح تكون النتيجة جد جيدة. أما نروحوا للنقطة الثالثة وهي جد مهمة، النقاط اللي ما تعرفش تجاوب عليهم ما تبداش تخلط، لا قولوا ما نعرفش، لأنه لو تبدأ تعطي معلومات ماكش عارف بهم راح تفقد المصداقية بطريقة بزاف كبيرة، وممكن في هذه اللحظة يقرر أنه ما راكش راح تخدم معهم. المرحلة اللي بعد الانترفيو، إذا وفقت إن شاء الله في الانترفيو راحين يطلبوا منك وشنو؟ ديمو لسن أو درس تجريبي. الدرس التجريبي إن شاء الله راح ندير له فيديو خاص باش تخرجوا من الدرس التجريبي وأنتم على يقين بإذن الله أنه حصلتوا على العمل. خلص الفيديو راح نحكي لكم على شروط المسابقة. شروط المسابقة هي أنه تاخذوا الفيديو هذا تنشروه على انستغرام تاعكم وعلى الفيسبوك تاعكم قبل الفيديو الجاي، وديروا سكرين شوت وتبعثوا لي على الانستغرام تاعي أو الفيسبوك تاعي، واللي جاب أكبر عدد من اللايكات راح ياخذ إن شاء الله الجائزة البسيطة اللي راح تكون إن شاء الله مفيدة بزاف لكم. وبهذا كانت نهاية الفيديو تاعنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا بزاف، واستنوني في الفيديو القادم اللي راح يكون تكملة تاع الفيديو هذا، إن شاء الله هذاك الديمو لسن بإذن الله راح تدعوا لي موراه. لذلك وقبل ما نروحوا ما تنساوش الاشتراك في القناة، وباي باي، أراكم في فيديو جاي.